يمكنش ليا ندفع انا في البارطمان وانا عمري كبير وغادي نولي نصور 60,000 نولي نخلص ليهم 60,000 ما يمكنش. انا قلت غادي نخزن فلوسي هنا والرهن وحتى نزيد عليهم شويه بشويه. انا قلت ما غاديش ينصب عليا الحنفي ومحمد السمسار. واش ترضاو دار الزوافريه نعس بناتي معاهم؟ واش ترضاو دار الزوافريه نخلي بناتي معاهم ساكنه معاهم؟ كله كيداير انواع الزوافريه، فيهم انواع، فيهم انواع، علم الله بهم تاهما مساكن شي داخل وشي خارج. الا ترضاو بهم المشاهدين ولا قبلتو ليهم جاوبوني. انا كنطلب من الله ومنكم تعطيوني حقي. انا عيد. اهلا ومرحبا المشاهدين جريدة الوان الحب من قلب مدينة الدار البيضاء وبالضبط حي الفرح، منطقة حي الفرح. صراحة واحد السيدة اللي نصبوا عليها رهنوا ليها في دار الزوافرية ومسكينة ما عارفاش راسها راه رهنا في دار الزوافرية. الدولة 12 مليون وجابوا وحطوها هنا، ولكن كتفاجأ منين كتلقى الدار مفرقع فيها واد الحار كيف ما كتشوفوا. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. السلام. كي داير اختي لاباس؟ الله يبارك. انا عندي بناتي، عندي بناتي ومراه جاله، هما جابوني بحال بغا يديروا ليا دار واحد يدخل. ما غاديش نتفاهم انا وياهم باش نصايبوا هاد الواد الحار. ما يمكنش شي تيخلص وشي ما تيخلصش. ما غاديش هما جابوني هنا باش ندير انا دار الدعاره ولا ولادي مشردين وبناتي مشردين. انا عندي البنات ولا بناتي مشردين وليت عايشه في الزنقه. ما كاينش مع من غادي يتفاهم يكون عين ناس محترمين ومجوجين غادي نتفاهم معاهم وغادي نتفاهموا وغادي نصايبوا هاد الدار وغادي نصايبوا السقف وغادي نصايبوا الواد الحار. دابا ما بقيتش مع من نتفاهم. دابا جا السمسار فاش بغيت نهضر معاه صدق بغى يصوتني وقال لي جري طوالك سير فين ما عجبك وخا تجيبي 20 صحافي المخزن ما عنده ما يدير لينا. الباب اللي حليتيه هاد الناس نصبوا عليا نصبوا عليا وداو ليا رزقي. انا ما جيت باش نسكن هنا باش نرتاح، ماشي جيت باش نتشرب. انا واحد المراه نقيه ومراه درويشه وكنخدم الحريره وكنخدم المسمن في الشارع وكندير كروسه وفي الاخر نصبوا عليا هاد الناس وداو ليا رزقي ومشكلوني في حياتي مرضوني في حياتي. مشيت للشرطه اداريه جاو صوروا وداو التصاور ومشاو لعندو قال لي مغنصلح مشاو هما نعسو ما داروا ليا والو ما تلاوش رجعوا راقبوا لي. مشيت للقايد دار الشكايه ورسلها للشرطه الاداريه. جاو نهار اخر صوروا شافوا قال لي واش انت اللي دفعتي الشكايه الاولى؟ قلت ليه هي. قال لي احنا غنمشيو عندو. مشاو عندو قال لهم انا غادي نصلح ما كاين والو. السيمانه اللي دازت 4 شهور هادي السيمانه اللي دازت تيشدني السبت والحد وتنتكرفص وانا تكرفصت بزاف تشرطت انا وولادي. وانت ما عرفتيش راسك راه جايه للدار اللي فيها الزوافريه؟ ما كنتش عارفه وما خلاني السمسار زربوا عليا وما كانش خلاني السمسار باش نسول. وانا تنجي مع السمسار وترجع مع السمسار ما خلانيش ما كنتش عارفه ما سولتش الزنقه. ولا نشهدوا ليك تيقولوا نشهدوا ليك و تينعلوه تيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الريحه راه قتلاتنا. هاد الريحه اللي خارجه من الدار راها مرضاتنا. هاد السيد عندو الشكايات الناس دايرين به الشكايات وما تيبغيه حتى واحد ما تيبغيه حتى واحد. هو خايب مع الناس كلشي الناس تيتشكاو منه. عارفني انا كنخدم عيف الشارع العام وهو بحر كيسكن. انا بسيمانه مشيت انا لعند مول المسمن وقال لي واش مشيتي تخدمي في المسمن؟ قلت لي انا تنقلب. ومن اللي ما تليت خدمه فاض عليا الواد الحار
ما تليت ست كندير واش نجفف الواد الحار ونقي الدار ولا نهرب انا نمشي نقعد في الزنقه وليت ساكنه في الزنقه ما بقى عندي لا خدمه لا والو انا كنت طالب عيب فلوسي بغيت نخرج حسبي الله ونعم الوكيل انا مرض 12 عام وانا تنخدم على هاد الفلوس 18 عام هذيك 12 مليون هي اللي شاط ليا كنطرف من كل مره تنخزن 400 الف فرانك وتنخزنهم ما تناكل مزيان ما كنشرب مزيان ما كنتكسن مزيان ما نعيش اولادي في ال... في ال... في, ال... في القهره باش نجمع هذوك الفلوس باش ندير السكن انا ما عنديش الفلوس باش نمشي ندفع في المشروع وانا عمري كبير في عمري 50 عام واش انا في عمري 50 عام غادي يوليو يخرجوا ليا 60 الف الشهر واش انا غادي نصورها في الخدمه ديال الشارع في القهوه ديال 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 الشارع ما غاديش الكروسه صور لي 60 الف واش انا غادي نخرج غادي نصور هذيك 60 الف ما يمكنش ليا ندفع انا في البارطما وانا عمري كبير وغادي نولي نصور 60 الف نولي نخلص ليهم 60 الف ما يمكنش انا قلت غادي نخزن فلوسي هنا والرهن وحتى نزيد عليهم شويه بشويه انا قلت ما غاديش ينصب عليا الحنفي ومحمد السمسار ما غاديش يجيبوني